نور هذا لينا. واليوم آخر نهار تونج نتاعك، دونك حابين نقول لك تخلي عندنا مناسبة كبيرة. عجبك النوار؟ انت جامك فين النوار؟ عمري ما كنت نتصور في جي نهار نخرج نتعشى انا ويسال الاشقر. وعليش؟ خاطري كي كنت صغيرة كنت نحب. ايش منو يلعب لك بعقلك ويعطي عليك واحد كيما هذا ويسال الاشقر ولا شو اسمه؟ علاش؟ أخي ما في بلاش بيك باش مريضة؟ خبيت عليها عملتها؟ شوي بيت؟ استعملوني هذي؟ قالت لي أنت عطيتها نوريها متاع تليفون باش تكلمني وقالها هاي تود متاع أنجلي. حبيت أشوف لشنا تشبه المرأة اللي باش تفك لي راجل أنا حب، وهاني باش نقول لك آخر مرة يا طاقة تقبلني يعني باش نعود كل شيء لمرتك، وما تنسيش جمع جاي نقرأ عندها تود. نفهم فيك يا مصطفى، والله نفهم فيك. قلت لك قعد معاك 38 بروجيكتور 38 الكاميون نخا. اذا هكا اخويا تا نمشي لنا ب 5000 البروجيكتور ولا باس، ما عندهمش كابلوات. نعرف هكا عمك صالح هاكش قاعد يعمل. لا بوسيبل، لا 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 بورسويت ضروري يا اخويا. امينه ما يسرش. ايه هي قبل بنهار مش بعد بنهار. فوالا عاش خويا. يا بص اخذ معي، اخذ معي عند دوبلابير. احمد ربي عينك، تصور ربي عينك يا احمد. عايش ولدي؟ لا 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 عايشك ما اي حشتي بيك في قضيه صغيره اذا سمحت، وانت كمل تصويرك في عقلك وبعد نحبك تعدى الفارماسي جيب لي شويه دواء خاطر وفي عليا وخايف الليله عايش. لا 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 خذ راحتك، خذ راحتك في عقلك، في عقلك كمل. يلزمك تجي للدار قبل تاخذ الاوردونونس، وخاطر ما يبيعولكش بلاش اوردونونس. عايش. ميرسي ميرسي، شكرا شكرا. اتوتر يا ستوف، يا ستوف عايش خويا. تصورني ماشيه في الشارع ندس في البوسات والناس كلها تبدا تفرج عليا ملا جو. انا شفت بوسات راهو فيها ثلاثه عجلي، وكان معجلي متاع في تيتي اما غاليه النار، تعرف مليون ومئتين حق كتخي. طارق طارق تشبيك دايخ؟ نعم. انا بيدي كراش من عند الطبيب، راني كنت كيفك دخله بعضي، اما من بعد باش نطيب بالفرحه. سامح باش نجمو روحنا. ان شاء الله ان شاء الله. ثم حاجه اخرى زاد خمن فيها انا، تو شكون باش تلهينا بيه البيبي كي زوز باش نبداو نخدم؟ الحق قلبي ما يعطينيش باش نحطو في الكراش من الايامات الاولى. عاد انا خممت قلت كان نقول ماما وتجي تلهي بيه الايام الاولى، اش قولك؟ اش قولي في شنو؟ باش تجي ماما تعاوني في البيبي. باهي باهي زينب. لو كان نغلط غلطة كبيرة تنجم تسامحني؟ غلطة كبيرة كيفاش؟ أنا خنتك مرة. مرة واحدة كهو؟ أي مرة واحدة، وما نعرفش كيفاش صارت. نحكي بجدك؟ أي نحكي بجدي. الليلة اللي انتي بت في دار امك اخر مرة. شكرا لك خدمة.
أنا مشيت على أساس هذاك. يا أخي نلقى طفلة واحدة عملتها بالعاني. بعد هي باش تقرا عندي؟ لا ماكش فاهمة الحكاية. هي لعبة لعبة. أنا خاتيني. ريت روحك. زين خليني اسمع. أمانة. خش عليا. زين. خش. بك زين. خش. نحب جوجة. زينب سامحني والله مرة بركة وقعتني كيف روحي ماكلة. علاش قلت لي سكت على الأقل؟ طفلة ما حبتش تسيبني، تجي في جرتي من بلاصة لبلاصة، كرهتني في حياتي، تعمل لي في الشانتاج، كان ما نعاودش نخرج معاها تحكي لي كل شيء. صار هذيك علاش قلت لي؟ زين بحاول تفهمني. امانك حط روحك في بلاستي. حط روحك انت في بلاستي. اش تعمل؟ تخيلك راجل طلعت كيرشي الكل. عندك الحق، ما بربي سامحني. نحبك شبيت وين يا ليلى؟
ولا ما حوايجي غدا صباح نسيبك البرتمان. لا انت متخرج من الدار تنمشي انا. باهي تنبعث لك حوايجك. زينب امان تخرج ولا نخرج انا؟ اهلا بطارق. اهلا عاطف. لاباس؟ الحمد لله. هالختان سعيد. سامحني جيتك مؤخرا. يزي قال له سامحني نتاعك. ادخل ادخل. نجيب لك حاجه تشربها؟ لا يا عشك. عاطف نجمش نبيت بحذاك الليله؟ بالطبيعه. زينب لاباس؟ تعاركنا. اها. اما باهي. علي على خاطر انتوما مسطوه هكا بكثره الحب والتسامح والانسجام والعائله السعيده، علاش ما تعاركتوا؟ خليني نمشي نجيب لك تتعشى. وقتاش تكمل تورنار؟ اللي به الفايده الكل كملناها في قهوه اي مكان فرقه وكهوه. تعرف توحشت البلاتو. كي جات البنت. فما عباد ماذا بيا ما نشوفهمش. عباد كي شكون؟ كي صاحبتك اللي صار. صاحبتي؟ شنو يسار؟ شفتكم بعيني في اللوج. ضحكوا غمزين من تحت لتحت. وما خفيه كان اعظم. با 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 با. بر يا اخي ولا تفلم وحدك ولا شنو؟ نو فيلم، الناس كل تحكي على البلاتو. سي با بوسيبل، ما فماش امرأة خدمت معايا ما ردتليش صاحبتي. ما يبيكي في بالك. في بالي من بربي شحبي نعمل. اي الناس كل تعرفني انت تحب نساء. تحب يحب رجال. باهي انت كي تحب. تحب الحق. تكون ولا تقعد فيدال؟ سا ديبون فيدال اش تقصد بها؟ يا اخي ماك سي با بوسيبل. درة انت تعجبني. تعجبني برشا زادة. ونعرف لين زيد انا عجبك. فما نعشكم انا قرب لك ديزني. خاطر كان جيت تعجبني برك راني طوعتك من نهار الاول. من نحبك. أهلا بك. أهلا أبو حميد. لاباس؟ الحمد لله. خير اليوم؟
هاي بيت. بنينا قهوتك، جيت نطل عليك وليت نقلق فيك. استغفر الله يا احمد، بالعكس انا اللي قالق وحدي، ما خرجتش نهار كامل. دورة وين؟ خرجت. أبس عليها؟ مش فاهمها. أحمد، عايش ولدي أنا، ما ننصحك باش تنساها درة. علاش؟ أنا ودرة وحدانيين، مقطوعين من شجرة، أنا ما عندي حد وهي ما عندهاش غيري. خايف، خايف لنمشي ونخليها وحدها. على ذيك حبيتها تكون مع راجل ولد أصل كيفك. هي مخها لها في حاجة أخرى. على كل حال أنا ما جيتكش على الحكاية هذه، هذولي سمعت الطبيب إيش قالك، لازمك تعمل عملية في قرب وقت. عملية ما عندها وين توصل يا أحمد، صحيح المرض خذا بقعته وصرع برتو. يبدي حط ربي في بالك، العملية تنجم راه شكون يعرف. عملناها العملية وبعد قداش باش تزيدني في العمر؟ شهر، اثنين، عام؟ حبش نكمل حياتي في سبيطار مبنش نهار فايخ وعشرة ليال. ما نحبش تعذب الخدمة للدار للسبيطار. حط روحك في بقعتي، ما حد شر عليك، تو تفهم. أهلا بابا. عسلامة دار. سلمك. باهي هاني في بيتي هنا. خليك. زلت قاعد. يلا خلينا نمشي. اسمع غدوة عندي بروف، نبدا نهار كامل في المسرح. عامل طال لكن عندك شوية وقت. مش ياسر عليك. ارتاح نهايرين. ما عادش عندي وقت. عرض اللجنة قرب. زال عندي جبال الخدمة. بيت نطلع عليكم. نجم نطلب من تليفونك؟ وي بيان سيور. وين هو؟ يظهر لي في الصالة. اسبقني تو نخلط عليك. بلوزونتي هذه
باقي ما تهزش عليك. طارق شنو الحكاية؟ زينب نعرفها مليح، تحبك برشا، اللي قاعد نشوف فيه ما يركبش عليها. شو عملت لها؟ مرا ساعة انت ما عندكش السنة هذه، ما تقوليش شدتك بكمشة. لا انا قلت لها اش لازمك تقول لها؟ حكاية طويلة خايبة ياسر. تحط شي في بالك، زينب بتحبك برشا، مشكلة تتحل. تصبح على خير. تصبح على خير. يا عاطف. لا مش عاطف، طارق. زينب. نعم. علاش ما تجاوبش كي نطلبك؟ اعطيني فرصة نحكي معاك، نطلب منك سماح. شبيك ساكت؟ مش مزيد باش نقول، ما خليت لي شيء. شنو حوالك؟ لاباس، نحب نشوفك. بربي زينب، خذ بخاطري، جوست نشوفك ومن بعد كان تحب نعاود نخرج. انت فينك توا؟ عند عاطف، نجيك توا؟ لا توا مش لازم، لازم نملك حوايجك الكل، وغدا يجهزهم. زينب انا ما حشش بيهم. الو؟ الو وي طارق، كنزة، حبيت نعطيك نمرو جديد. الو شاهين، راني جاي نسأل عليك برشا مرات اليوم. قلت لكم نحب نشوف حتى واحد. شاهين اسمعني، عايش ولدي، الوقت ايش باش تقعد مسكر على روحك في البيت؟ اللي صار نساه عايش ولدي، انت راك ما زلت صغير ومستقبلك قدامك مش وراك. باهي هيا قوم اعمل دوش وخليني نمشي نقابلو مدير الليسي متاعك. لوه نحكيو معاه، الامتحانات راهي الجمعة الجاية. مانيش معدي. عليه تخسر عامك هكا؟ عادي الامتحان ونعرفك باللي باش تطيح تسلكها، انت راه معدلاتك باهين في التريميست الاولى. خالي قلت لك مانيش معدي الامتحان، ومانيش راجع الليسي جملة لا سنة ولا العام الجاي، وخليني وحدي، ما نحب نشوف حتى واحد وما نحب نحكي مع حتى واحد. ماجيش هكا راه كان مقلقكم برشا، تو نهز روحي ونخرج نجي معاش تشوفوه. موسيقى
عصام. عصام طارق. خليت لك زوز فيليجي تفرغين في بيت النوم لما حويشك. انا توا هاني حاجه نرجع بعد شويه من زمان، ماذا بيا ما نلقاكش في الدار. زينب مانيش بلعان، عمري لا قصدت نعملك حاجه خايبه ولا نوجك. شو معناه ما قصدتش؟ هي اللي لعبت لي لعبه. وانت خاتيك مسكين اللي عملت ليدك لساقك، شدتك بسيف، وحتى كان هذا صار ما تنجمش تحل الباب وتخرج؟ صعيبه هذي. ولو قال لي ما حكموش فوقك وقتها، ليه في حكايه اخرى. زينب قاعده تظلم فيا راك. نظلم فيك؟ انا مانيش نكري اللي غلط، ومستعد نعدي عمري كله نطلب منك السماح. شوف محامي. زينب بربي لي اطلاق لي، ما نحبش اسمع بها الحكايه، حتى لو كان نعيش عمري كل بعيد عليك ما نحبش نطلقه. الكلام هذا مالي حتى معنى، كيف ما قلت لك كي نعاود نرجع بعد شويتين ماذا بيا ما نلقاكش في الدار. زلت مادة طولك انت؟ يا اخي ما تحشمش على روحك. بربي فكني ما شنيا فكك يا بنتي، قوم حذر. اقرا اقرا اقرا، نفسني شويه. ما ما تقوليش بيك انت ملي كملت تورناج المحنون وانت داخله بعضك. شما بقى ملي قوم عايش بنتي حذر. ممثل افهمني هو سيد بطال ضربته الحيوط والمزيريا، ما نحكي لكش، شعره قد قفة، اللحية سايبة، مبنك على رويحته في قاعة وعامل ربيع تاي، وما تحدي المخرج الطلياني في الكهرب هو والاسيستان شافه تضرب جاي دور وبدأ يصيح ايو فوريو لوي. هذاك هو قال الممثل باش يعمل البرسوناج بتاعي، وكان لازم تخلصوه من قروف النهار. هاي هبطوا الاسيستان مشاو حكاوا مع السيد، فهموه شنو هي الحكاية بالضبط، وباش يبداو سيور اللي هو غدوة باش يجي مدوا له 200 دينار افونس. السيد مش مصدق من الفرحة، هكا غدوة باش يصوروه وكذا وترى شنو طلعش. مش يعمل شمل، مش يعمل الا حمام وحشم الشعر واللحية. يدك المخرج الطلياني قال لك اهبل وبدا يصيح برك وحتى كوبايه شباب برك برك. أما زينب عندها الحق، بعثتك تقضي أنت عليه على خاطر كياسر كبي. جاب ربي في بالك شنو قاعد يتعدى على راسي وتهبني شيخ؟ بربي شنو اللي قاعد يتعدى على راسك؟ ترى قداش عندك تعرفها زينب؟ أنا عمري 32 سنة، عرفتها كي كنت 18، هاك احسب وحدك. هي هذوما 14 سنة، قداش فيهم عرس؟ 4 سنين؟ بعد 10 سنين معرفة وخطبة، وأربع سنين عرس. خرجت مرة على السطر، اش كان عليه؟ تبدا تغشش أيامات ومن بعد ترجعوا لبعضكم كي الناس الكل. هي ما حكيتي أنا وزينب مش كيما الناس الكل. زينب بنعرفها، راسها صحيح. هو ما بيناتنا عنده الحق. خاطر كان هي عملت فرتفازة، يستحي نسامحها. تي لا عاد، انت راجل وهي امراه، شنو الفرق؟ شنو الفرق؟ لا ما فما حتى فرق، انت تستاهل اللي صاير فيك واكثر، ماكش باش تنقص من الريق البارد نتاعك. شنو هو الفرق؟ امانك عاطف مانيش صاحبك؟ كان جيت صاحبي راك قلت لي شكون هذه اللي قايمه على خاطرها الدنيا وقاعده. ماني قلت لك ما نحبش نحكي فيه الموضوع. بالله نعرفها انا.
عاطف امان شو عملت انت ومرتك؟ لمدت دبشي الكل خليت فلجيت في الكهرب. تحبشي نحكي معها انا بلكش تسمعني؟ هيك قدامك احكي معها قد ما تحب. هكا ولا هكا طلبت طلاق. طلاق ضربه واحده؟ لا لا كلام تاع غش نعرفها ما تعملهاش. وين نعرفها تعملها؟ ونعرف زيادة اللي بلاش بيها نموت. هيا قوم بدل حوايجك. عامل الاولاد جاوا نخرج نبدل الجو. باهي. كنزة. هلا عاد صباح. تفضل مالو باس. هاي طارق هوني. طارق. هاي. هاي هون. هلا طارق. سافا. سيب الطفلة يا طارق. سيب الطفلة يا طارق.